أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة أجمعين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والكروبيين والروحانيين والكرام الكاتبين وللسيدنا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش عليهم السلام أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى حضرة جميع أولياء الله من كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وجميع أولياء تسعة قدس الله سرهم وخصوصا إلى حضرة سلطان أولياء الله سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني صاحب الكرامة والإجازة قدس الله سره وإلى حضرة شيخ جنيد البغدادي وشيخ بهاءالدين النقسبندي وإلى حضرة النبي خيدير ونبي إلياس ونبي إدريس عليهم السلام أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وخلنا وخلاتنا وعمنا وعماتنا وجميع أستاذنا وأستاذاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولجميع جماعتنا ولجميع زوجنا وزوجاتنا
وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن حضر في هذا المجلس رحمة الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى الروح. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وتقبل حسناتهم وكفر سيئاتهم واجعل الجنة مأواهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق إن عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله يا يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما استغفرناه من قول أستغفر الله العظيم، وما هللناه من قول لا إله إلا الله، وما سبحناه من قول سبحان الله، وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة، نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، والتابعين وتابع التابعين، والخلفاء الراشدين، والأئمة المجتهدين، والأولياء والشهداء والصالحين، والعلماء العاملين، وجميع مشايخنا وأساتذتنا، وثم إلى جميع أهل قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا، ولمن اجتمعنا هاهنا بسببه ولأجله، وخصوصا إلى الروح المرحوم وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من خفار النيران. اللهم بحق القرآن العظيم، بجاه كلامك القديم، أجعل اللهم ثواب ذلك بعد القبول،
فداء لهم من النار وسترا لهم من النار. أجعل اللهم القرآن يا الله في قبورهم مؤنسا لهم وفي القيامة شافعا على النار سترا وحجابا. واجعل اللهم الجنة مأواهم. اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والمغفرة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا عزيز يا عزيز رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.